خط واضح، لا طبعا بتركز في خط هجومه اللي هو اقوى خطوط الهلال الثلاثه، بيقول طبعا بوجود محمد عبد الرحمن وياسر المزمل. اذا فورمازينو لعب باثنين مهاجمين اكيد طبعا حيركز على اللاعبين الاثنين دول. اذا لعب مهاجم واحد طبعا يفضل انه يكثف خط الوسط، حيلعب بمحمد عبد الرحمن وحيدا في المقدمه الهجوميه. وشفنا احنا قبل كده كثير في مباريات الهلال اذا محمد عبد الرحمن لعب لوحده في الهجوم ما بتصل كور كثيره وبيفقد خطورته وبيضطر انه يطلع برا المنطقه عشان يستلم كور، وبكون دائما محاصر بعدد كبير من المدافعين وبكون معزول عن خط الوسط اللي بيكون مشغول دائما بالادوار الدفاعيه اكثر من الادوار الهجوميه. نقاط ضعف الهلال طبعا بتركز بشكل كبير جدا على الطرف الايمن للهلال ممثل في السمو المرغني، وفي الثغره الموجوده ما بين الطرف اليمين سمو المرغني وقلب الدفاع سواء كان بيلعب على الناحيه اليمين.